بيقولوا الساقعة دي ما اتشافتش من ايام الديليسيبس. من ايام الديليسيبس، من ايام جمال عبد الناصر. يا راجل انا العميل جرحي شولح، رئيس قسم العرايس في الموساد والسي اي اي، وجاي اكشف لكم عن المؤامره الكبيره. الاوبريت ده احنا عملناه في السي اي اي، والولد اللي بيشد ده بيرمز لعمرو حمزاوي، والبنت اللي بتشد دي بترمز لاسراء عبد الفتاح. البني ادم اللي بيطلع من اللعبه ده بيقول ان في بني ادمين هيجوا والعياذ بالله من غير اب وام، يعني احنا بننشر الرذيله في وسط المصريين. لما نزلنا لكم العروسه كرومبا كنا نقصد اسماء محفوظ، والرمز في الموضوع ده هو ان اسماء محفوظ ست بيت مصريه اصيله ومستقبلها في الكرومبا. اما بولس بقى فده اشاره لمصير اي حد هيحاول يحارب اسرائيل، لان ماما نجوى هي اللي كانت مع الاستاذ محمود ياسين لما الرصاصه كانت مازالت في جيبه، ولما رجع من الحرب ما ظهرش تاني. فاحنا عايزين نقول ان اي حد هيحاول يحارب اسرائيل هيكون مصيره انه يتسخط من الاستاذ محمود ياسين لبولس. بولس نفسه دعوه لمساوئ الاخلاق، لان احنا لحد دلوقتي لسه ما نعرفش طبيعه العلاقه بينه وبين ماما نجوى. قلت له خلاص يا بولس مش هقول اي حاجه. اما بوجي وطمطم فدول اشاره للدستور الجديد اللي هيخلي اي حد يعيش مع اي حد. القرد بوجي هيعيش مع الارنبه طمطم، وعم شكشك رمز للبرادعي اللي قاعد في شباكه في النمسا بيغلس على المصريين. كل حاجه مقصوده، كل حاجه معمول حسابها، انتوا اللي مش واخدين بالكم. يا حضره الاراجوز كلي منين يروح المتولي. يا ترى حد فهم ليه العمده سال الاراجوز؟ ليه ما سالش حد تاني؟ وحد عارف مين هو المتولي؟ المتولي يا محترم هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. خلي بالك إن كلمة مرشد وكلمة متولي الاتنين بيبتدوا بحرف الميم. شارعين وفي التالت أكسر، شارعين وفي التالت تكسر، شارعين وفي التالت أكسر. الوصفة دي هي وصفة خارطة الطريق اللي كان بيتريق عليها الإخوان، بس انتوا مش فاهمين. حتى عروسة المولد مش فوق مستوى الشبهات.